سيد مدير الجامعه، ضيوفنا الكرام، زملائي الاساتذه، الطلبه وكل الحضور، يشرفنا اليوم يعني نشارك معكم مناقشه مذكره تخرج الطالبات هنالي آمية محمد هادي وعبدون عبد الرحيم. لدني يعني تم على مذكره تخرج مؤسسه ناشئه في اطار قرار الوزاره دمشق 75. سبب وجودنا في هذه القاعه لانها اول شرح اول مناقشه راح تصير هنا في جامعه اليمن 45 في هذا الاطار، وبغرض تشجيعهم وتشجيع طلبه اخرين المسجلين في هذا القرار، دونك حنا حابين نشرحوا بها ونسمعوا بها، وكذلك لانه يعني عمل الخدمه عمل جبار، وهم حاصلين على علامه لابيل من طرف وزاره مؤسسات المعرفه عفوا للستارت اب والمؤسسات المستغربه. اليوم كلمه هذيك بطريقه بصفه يعني استثنائيه، لان نورمالمون الكلمه تديها كلمه لرئيس اللجنه، لكن حبيت يعني نعرفكم على سبب وجودنا هنا. نحن اليوم ان شاء الله رايحين ندير مناقشه رمزيه وشكليه، بما ان الطلبه تاعنا تحصلوا على اللقب يعني تحصلوا على العلامه الكامله كما ينص عليه القرار 75 اللي خرج في سبتمبر 2022. دونك شرفنا اليوم بحضور مدير الجامعه يعني بصفته المسؤول الاول على هذه الجامعه، اتى ان ياتي هنا ويشجع الطلبه ليخدموا خدمه يعني تكون عندها شرح اثر ايجابي على المؤسسه وعلى الجامعه وعلى المؤسسه وعلى المجتمع. حاضرين معنا اعضاء اللجنه للمناقشه، هم الطلبه مؤثرين من طرف الاستاذ باروري من قسم الاوتوماتيكا، ما غلطش عندنا ضيف شرف وهو ممثل الاستاذ ريحي ممثل عن الشركه الوطنيه سونيكاس، الاستاذ الموقر الاستاذ مسابك رئيس اللجنه وهو مختص في الميدان الاوتوماتيزم، وطبعا انا بصفتي مدير الحاضنه ولي الشرف كذلك استضيف الاستاذه والكوتش المدربه والمختصه في المقاولاتيه ومرافقه المشاريع المبتكره الاستاذه رانيا ماركات من جامعه 1945 كليه علوم الاقتصاد. بدون اطاله ساحيل الكلمه لسيد رئيس اللجنه لابتداء المناقشه، وشكرا.